بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه ومن والاه أجمعين. تحية رمضانية طيبة اليوم من كتيبة الشهيد شارع طرابلس، أحد الكتائب المتمركزة والمتواجدة بمحور السواني. هذه الكتيبة التي كانت من أول المتواجدين من أول الأيام هنا في جنوب العاصمة طرابلس. هذه الكتيبة التي ضحت بالكثير من الأبطال، من نحتسبهم من الله الشهداء وأيضا من الجرحى. اليوم طبعا هذا شهر رمضان المبارك، نبدي قبل نخش على الاستضافة وعلى الفطور، نبي نقول للجميع تقدمات هذا اليوم. طبعا اليوم ابتسم بمدفعية البركان التي بصراحة أصابت بعض الأهداف منها بعض التمركزات في منطقة قصر بن غشير، وتكفلت بها كتيبة 07 لواء المحجوب. أيضا سرية الهاون 120 تواصل تمشيطها للمنطقة بالكامل. أيضا بالنسبة لباقي المحاور، مدفعية الليزرية قامت أيضا باستهداف بجانب كوبري سوق لحد، وأيضا أمس فجرا قامت باستهداف مجموعة من المرتزقة الفاغنر في محور عين زارة بالتحديد جامع طيبة، ودمرت اثنين من التايجرات وأيضا غرفة عمليات للفاغنر. وبالنسبة لليوم هناك بعض التنشقات كانت بسيطة جدا في محور المشروع، وباقي المحاور تبقى هادئة. أيضا سلاح الجو اليوم منذ قليل نفذ غارة جوية على صهريج وقود وتم تدميره بالكامل. إذن مازال قواتنا تتمركز في محيط ترهونة في شمالها بعد ما عززت موقعها، وأيضا في شرق مدينة مصراتة هناك تبادل مدفعي. الأمور طيبة بالكامل. بالنسبة ليوم رمضان طبعا تشوفوا أنتم اليوم في هذه اللمة تجمعنا وتجمع الشباب بالكامل هناي. إن شاء الله دائما تمين من بعض الكتائب اليوم جونا، وإن شاء الله دائما هذه اللمة تجمعنا، وإن شاء الله اللمة تجمع الشعب الليبي بعدما نقوم بدحر هذا العدوان والغزاء متعدي الجنسيات، ويسقط هنا مشروع الإمارات والسعودية في غزو أو في عسكرة ربيع العربي بالكامل. وإن شاء الله يا ربي ديما منصورين، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اهدنا الصالحين إذا جاء نصر الله والفتح.